الجيش العربي. ولا قلت لك ما كايناش رغبه، راه نكذب عليك. بيان سير كاينه رغبه، حنا مجموعين الا على اوبجيكتيف ديال الصعود، ولكن حنا ما كنفكروش في الصعود اكثر من اللي كنفكروا على نفرحوا الجماهير ديالنا اول حاجه، وثاني حاجه كنبغيو نلعبوا مقابله بار مقابله كما تنقولوا. ديك الساعه الصعود راه غيجيبوا وحده ان شاء الله. نوف الكاكا كنا عارفينك بهذه الكلمه هذه وهذا الفيراج، وعزيز عليك الفيراج، ودائما كتحمس ملي كتكون الجماهير. شفنا المقابله القادمه، الرساله ديالك للجماهير نادي قمطبه بخصوص حله لابوس. راكم عارفين كل شيء، اول حاجه كنبغي ندي لهم هذا الانتصار هذا اللي واخا قليل في حقهم، هما راه كيستاهلوا اكثر، بريمير ديفيزيون ان شاء الله. وتنضربوا لهم زعما موعد السيمانه، تنتمناو ديك زعما يكونوا معنا ان شاء الله في ماتش المقابله الجايه، حيت فريمون توحشناهم. كلمه اخيره، الاصابه ديالك كيف حالها؟ شفناك ما كملتيش المقابله. الحمد لله لا ما كاين حتى حاجه، واحد الشد عضلي الحمد لله بخير.